احنا بنشتغل على باكج الحج والعمره ده بقالنا كتير جدا جدا يعني. احنا الاول لما عملنا اللاين بتاع الاسدالات ده فناس كتير قوي كانت بتاخد الاسدال الابيض للعمره. فلما جيت انا طلعت عمره اخدته وعملت لنفسي انا كام حاجه كده تانية تكون مريحه وسهله وكده وما تضايقنيش، ابقى بتحرك براحتي وتبقى فضفاضه في نفس الوقت وكده. فلما سافرت ولقيت فعلا هي جميله ومريحاني وبتحرك بسهوله فقلت طب ليه لا، جات لي الفكره وانا هناك بصراحه. فقلت ليه لا ان انا اعمل حاجه، اغير الماتيريال بتاعه الاسدال واغير فيه شويه حاجات بسيطه كده بحيث ان هو يبقى مناسب اكتر للعمره وللحج وتبقى حاجه سريعه. لقيت انه ممكن لا هو هيحتاج معاه بنطلون، طب هيحتاج معاه توب كمان، طب انا كنت بقعد اعمل سيرش كتير قوي عشان اجيب الادعيه اللي بتتقال اثناء السعي والطواف والحاجات دي، فقلت طب ليه لا ما اعملش كتيب كده يبقى ملخص كل الادعيه والحاجات اللي هتتقال في اثناء المناسك بتاعه العمره. بس الكتيب ده اساسا انا عاملاه لهدف ما يعني بالنسبه لي انا، لانه يبقى صدقه جاريه لبابايا يعني الله يرحمه. فهو دي فكره الكتيب بتاع الادعيه، ان هو يسهل على الناس يبقى يعرفوا يلاقوا الادعيه بتاعتهم بسهوله، وفي نفس الوقت يعني تبقى صدقه جاريه لوالدي يعني. حلوه فكره ان في كتيب، انا ما اعرفش ان لا لا موجود كتيب فيه الادعيه اللي بتتقال، تشوفي كعبه اول مره تقولي ايه، ازاي تحرمي المحظورات بتاعه الاحرام، ادعيه السعي بقى في الصفا والمروه والطواف والحاجات دي وبدايه الطواف، يعني تفاصيل كتير قوي مكتوبه في الكتيب ده. بس فهو كان الهدف الاساسي من الباكج بتاع الحج والعمره ده التيسير على الناس مش اكتر، يعني اكتر من الربح هو هدفه الاساسي ان احنا نيسر على الناس اللي مسافرين. طب انت مسافره بتبقي متوتره جدا قبل السفر وعايزه تلحقي تجيبي حاجتك وكده، فاحنا عملنا لك الباكج ده هتحطي فيه، هو يعني مش ناقصك خلاص حاجه، البنطلون، العبايه، التوب، هتاخدي بقى لون لونين، هي حاجه يعني لطيفه جدا وسهله وعمليه يعني مريحه جدا في العمره والحج. طب انت عاملة منه لونين، الابيض والاسود؟ عاملين منه كذا لون يعني ابيض اسود جراي بيج، ولسه ندخل الوان تانية كمان جديدة كتير. طب حلو قوي، وكانت الناس بتاخد اكتر من لون طبعا. طبعا هو الابيض عشان الحج كمان فترات بتكون طويلة، بيبقوا قاعدين فترة طويلة، فهو يعني هو مستو ان هو الماتيريال بتاعته خفيفة مع الحر طبعا هناك، فمحتاجين حاجة خفيفة، محتاجين حاجة فضفاضة. احنا كمان يعني حاولنا ان احنا نبقى ملتزمين بتعاليم الزي الشرعي في باكج العمرة ده بالذات، يعني انه ما يكونش مثلا لبس ملفت، يعني مش عايزين حاجة ألوان تكون بقى قوية، يعني خلاص مش محتاجين نلبسها هناك في الحرم، يعني ممكن نلبسها في أي وقت تاني. يعني هو أولا وأخيرا هو توفيق من ربنا يعني. بعد كده الشغل بقى والسعي، يعني احنا تقريبا طول الوقت بنشتغل، أجازات بنشتغل، يعني لو سألتي التيم احنا عندنا ما بناخدش أجازات أصلا، يعني ما عندناش أوبشن أجازة، ده تيم السوشيال ميديا موجود طول الوقت. فاحنا ما يعني طول الوقت بنشتغل، طول الوقت بنعمل دعاية، اكتر حاجة طبعا بتبقى بتأثر مع الناس وكده الدعاية، لما طول الوقت بيشوفوا شغلك وحاجتك وكده. محدش بيعمل لبس الاحرام تقريبا غيرنا احنا. بالنسبة لللبس بقى المودست وكده، دايما اهم حاجة بتميز البراند بتاعنا هي الماتيريال، يعني هي اهم حاجة ان احنا بننقي دايما الحاجة، خصوصا في المحجبات في الحر وفي الصيف ده، فبيلبسوا بقى طبقات كتير، عايزين نخف بقى الطبقات دي كلها، هو حاجة واحدة بس في فضفاضة شكلها شيك، الماتيريال بتاعتها ناعمة، مش بتضايقني، مش بتحررني، مش شفافة، كل الحاجات دي. بس فهو ده اللي احنا بنحاول نعمله، يعني هي اي حاجة داخل معها قطن، القطان والكتانات يعني. بس في الوان حتى في الاسدال، خلي بالك احنا عاملين الاسدال حرير، طبعا حرير معروف ان هو بيحرر يعني بيبقى صعب وكده، بس احنا منقيين اخف حاجه من في الحرير، يعني مسماها واسعه شويه، فدايما حتى العملاء لما بياخدوها بيقولوا لي لا ده دي مش بتحررنا. في عملاء كتير بيبقوا خايفين، طب هي بتحرر يا جماعه؟ اقول لهم يعني احنا بناء على ريفيوهات العملاء التانيين، لا هي مش بتحرر، هي مسماها واسعه فبتبقى يعني ملمسها بارد على الجسم. هو انا بفضل الساده، بس احنا عاملين لاين جديد كده لللبس المودست برضو، لسه هينزل الفتره الجايه، فعاملين فيه حاجات بقى، بس يعني حاجات احنا الباترن بتاعهم خاص بينا يعني.